شهدت محافظة دمياط إطلاق قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية أركبية التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. ركبية تبع المركز كفر البطيخ ومن القرى اللي فيها تعداد سكاني كبير، وبتبقى مهتمة بوجود القوافل وبيبقى فيها إقبال كبير من المرضى على القوافل لأنهم عارفين مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة في القافلة. كمان الركبية من ضمن القرى اللي بنستهدفها في القوافل العلاجية لأنها تعدادها السكاني كبير، وتعد من القرى البعيدة والمحرومة عن الخدمات الصحية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل بعيدة عن المستشفيات المركزية أكثر من 15 كيلو. دي حاجة جميلة جدا. معظم البلد هنا كلهم ناس أساسا ناس طيبين جدا وناس على قد حالهم وناس بتجري على هذا البتاع، فدي نفعت هذا البلد ونفعت هذا المكان. والله يبارك لكل اللي عمل هذا المنظمه. المبادره كويسه والدكاتره كويسين، وكشفوا علينا بطنا وكشفوا علينا عظام وكتبوا لنا العلاج، والدكاتره كويسين ومجاوبين مع البلد يعني، وبيجوا على طول هنا. احنا كشفنا النهارده نساء وعظام، والناس بتتعامل معانا بكل احترام وذوق وادب، وما شاء الله كله بالمجان، وحاجه مفيده جدا للبلد.